بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الاثنين تطوير فرص التعاون المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقائهما بالرياض في إطار زيارة رسمية ليوم واحد يجريها بن زايد للسعودية وفق وكالة الأنباء الرسمية واس. وذكرت واس أن لقاء بن سلمان وبن زايد تطرق إلى استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات دون مزيد من التفاصيل. كما تناولت المباحثات بين الجانبين استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها حسب المصدر ذاته. وفي وقت سابق الاثنين استقبل محمد بن سلمان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للرياض في ظل تواتر تقارير إعلامية عن وجود خلافات مكتومة بين السعودية والإمارات جراء الملف النفطي. والأحد اتفق تحالف أوبك بلس الذي يضم كبار منتجي النفط عالمية من دول منظمة أوبك وخارجها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.